number two. Well. السنة دي عدد القطط المشتركة كانت 141 قطة أعتقد، ودول كانوا مصنفين ما بين القطط البيديجري اللي هي ليها شهادات نسب وما بين القطط اللي هي المحلي أو الهاوس هولد بيت اللي معظم الناس بتربيها. انا ربيت 24 قطه تمام، وبعد كده بقى عندي 12. القطه تربيتها صعبه لان انت لحد ما بتعودها على المكان اللي بتعمل فيه تويلت، المكان اللي بتمشي فيه، ما ينفعش ان هي تمد ايديها على اللبس، ما ينفعش ان هي تمد ايديها على الاكل وانت بتاكل، الكلام ده كله بياخد وقت وبياخد مجهود ومحتاج حد عنده صبر. ده كأنه ابني، بتعب عليه ازاي، بربيه ازاي، بحميه ازاي، بأدبه، بعلمه، ممكن اعاقبه، ممكن يعني كأني اتعامل مع انسان، ده مش حيوان. ده اول حاجه. ما عندي فرق بين ابني الحقيقي وقطتي، يعني اللي بجيب لده بجيب لده. We are judging each cat against that ideal in our mind's eye. We're not actually judging cat A against cat B. It's which one of them comes closest to the ideal that we have in our mind. It's the same principle with dogs. Any animal show, there's always a written standard that specifies what's most important. احنا عايزين نقول احنا مش انيمال ابيوزر، احنا بنحب الحيوانات وفي مننا بيتعاطف معاها وفي مننا بيتعامل معاها احسن معامله، بالعكس ده ممكن يتعاملوا كانه ابنه بالظبط. وما اعتقدش ان التعامل مع الحيوانات بيفرق ما بين مصري او كويتي او بحريني او فرنساوي او الكلام ده، في الاخر هو انسان وبيتعامل مع حيوان ضعيف. Cat number 21.